تكون هناك وزارة اتحادية تريد يعني أن تداري فشلها في إدارة الملف النفطي بأن تسيطر على كافة ما حققه إقليم كردستان من مكاسب بسبب هذه العقود النفطية، بالتأكيد فهذه المسألة تدل على أن هناك قانونا مسيسا يحرك من قبل أطراف سياسية تريد أن تحرج الحكومة وتحرج الأداء الحكومي وأن تزيد على كاهلها أكثر فأكثر من الفشل الذي تعيشه منذ أكثر من 18 عاما. هذا من جهة. من جهة أخرى، هذه المحكمة الاتحادية لماذا سكتت عن هذا بين قوسين الخرق الدستوري الذي تسميه لمدة 10 أعوام وأثارته في هذه اللحظة؟ لماذا فقط في مسألة رفض ترشيح السيد هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية؟ لماذا في فترة وجود خلافات بين أقليم كردستان وبغداد بين الحزب الديمقراطي والتحالف الثلاثي والأطراف التابعة للإطار التنسيقي؟ إذن كل هذه المسائل والمعطيات تبين بأن هناك فعلا يعني نوايا سياسية مبيتة ضد أقليم كردستان تبحث بين الفينة والأخرى عن ثغرة وأخرى لتقف بها ضد أقليم كردستان، والمساء الواضحة والمعطيات التي شرحها دولة الرئيس مسرور بارزاني أيضا كانت واضحة. نعم، أجد تحية ثانية بك سيد محمد. يعني حضرتك ذكرت بأن القانون العراقي اليوم مسيس ولربما يوجه بحسب مصالح سياسية، ولكن توقيت زج أقليم كردستان بمشاكل مع الإقليم ومع المركز ومشاكل قانونية كانت سابقة لربما ليست في أوانها، إلى ماذا يهدف؟ وحضرتك أيضا ذكرت بأن هنالك جهات سياسية، هل لك أن تسميها لنا؟ طبعا نحن سيدتي ومساء الخير من جديد، يعني هناك فترة نعيش فيها الآن هي فترة الغدر السياسي المقنن والقرار القانوني المسيس. للأسف هذه المسائل أعادتنا إلى القوانين التي كانت تسري في زمن ما قبل 2003 عندما كانت هناك قوانين عرفية، مثلا قوانين طارئة، قوانين ضد هذه المنطقة أو تلك، قوانين لها علاقة بمزاج الحاكم الذي يدير كل شيء. هذه المسألة كانت يعني هذا القرار من المحكمة الاتحادية لا يتوائم أبدا مع الروح الاتحادية للتعريف الدستوري لدولة العراق. من الذي يقف حول هذا الموضوع أو وراء هذا الموضوع العفو، ومن الذي يدير هذا الموضوع؟ هناك مسألة مهمة جدا يجب أن نستند عليها. أوضح دولة الرئيس مسرور بارزاني بأن المادة 92 هي التي تنص على تشكيل المحكمة الاتحادية. هذه المحكمة الاتحادية الموجودة لا تعمل بموجب هذه المادة، المادة 92. إذن هناك أطراف، نعم كما قلت، تسيطر على هذه المحكمة. من هي هذه الأطراف؟ الأطراف الميليشيوية التي تريد أن تقنن فشلها، الأطراف التي تستهدف أربيل، مطار أربيل والقواعد العسكرية الموجودة. إذن لماذا لا تقول الإطار التنسيقي بين قوسين سيد محمد؟ يعني الإطار التنسيقي ليس كله لديه يعني أحزاب ميليشيوية أو أطراف ميليشيوية أو جناحات ميليشيوية. أنا أحب أن أكون منصفا بصراحة في وصفي للموضوع، لأن هذه المسألة من الممكن أن تترتب عليها العديد من الإحراجات سيدتي. ليس كل الإطار التنسيقي يعني طرف عدواني، لا يكون كل الإطار التنسيقي العدوان لهذا الطرف أو ذاك. الإطار التنسيقي فيه أطراف ميليشيوية يعني فضحت حتى مفهوم المعارضة في العملية السياسية العراقية. هذه الأطراف الميليشيوية هي التي تحرج الإطار التنسيقي وهي التي تحرج البيت الشيعي بالكامل. لذلك أنا أقول بأن هذه الأطراف الميليشيوية لا تستهدف أقليم كردستان فقط بدليل إلغاء لجنة أبو رغيف. يعني المحكمة الاتحادية لماذا انتظرت إلى هذا الحين، إلى هذا الوقت فقط لإلغاء لجنة أبو رغيف، وهذه المسألة ليست لها علاقة بإقليم كردستان؟ وهذا سؤال يجب أن ترد عليه المحكمة الاتحادية شخصيا، أنه لماذا فقط هسه اتذكرت أنه هذه اللجنة غير قانونية وغير دستورية. نعم.